كافيين معكم عالم الصباح والحلو بلبنان. رح نحكي عن جرين يور سكرين وهي المسابقة للتصوير الفوتوغرافي. بداية حلوة بالفيديو. بدي رحب بضيفنا باسم أبو غادر. أهلا وسهلا فيك وحضرتك المدير التنفيذي لجمعية جرين يور سكرين. شكرا. خبرنا شوي عن هذا الفيديو اللي شفناه. في عنا مسابقة بتكون تقوموا فيها بجرين يور سكرين، بس حلو الفيديو اللي شفناه قبل. أكيد الفيديو الموجود هلأ يعني هو بيعطي رسالة، نفس الرسالة اللي نحن عم نعملها من وراء مسابقة جرين يور سكرين. نعم. الفيديو هو حتى يخلي الناس بدل ما تفكر بالاشياء النيجاتيف يعني منا منيحه، تروح شوي على الاشياء الحلوه بلبنان وتبرز جمال لبنان وهالمناطق المخبيه بلبنان والطبيعه الحلوه الموجوده. صح فيه. اللي عن جد مخبيه ما حدا بيعرفها وبيضوي عليها. نعم. من احراش ومن من خضار ومن مناطق كثير حلوه. نعم. فهي المسابقه هي طلعت من فكره من مجموعه مصورين بتنظمها شركة جرير للطباعة. أكيد في عنا رعاية وزارة البيئة. نعم. وزارة السياحة هاي السنة بالتعاون مع محمية أرز الشوف الطبيعية. هي مسابقة على مستوى لبنان كله، المصورين عم بيكونوا من لبنان عم بيقدموا صور. هاي السنة الرابعة نحن نعملها. صار عنا حوالي 4000 صورة عن لبنان. شو حلو. وهولي الصور يعني هولي التوب اذا بدك، إذا بدك. احلى صور عم صح صور. لانه الناس اللي عم بيتعبوا عليهم كثير لحتى يطلعوا هيك صور. هاي المسابقه هي اونلاين، في اي حدا يقدم عليها بفوت على الويب سايت greenyourscreen.com بيعمل ريجستريشن بيقدم عليها، بحق له ب 15 صوره الشخص يشترك. يعني هو بيحط الصور على الويب سايت ولا كيف بتصير العملية؟ نعم، بيعمل ابلود للصور على الويب سايت. اوكي. بيحدد وين مصور الصورة، أي سنة، شو الثيم تبعها. لأنه السنة نحن زدنا ثيم جديد اللي هو أول شيء عندنا لاندسكيب، صورة طبيعية للبنان. نعم. الثيم الثاني اللي هو بيوت قديمة، بيوت لبنانية. حلو. لحتى نأرشفها. في عنا الصورة الثالثة بورتريت اللي هي الصور الوجوه خاصة وجوه اللبنانية العتيقة إذا بدك، اللي فيها هذه النفحة اللبنانية. النفحة اللبنانية مظبوط صحيح. صح، لأنه عم ببلشوا يخفوا هلا الأيام على البوتوكس. اكزاكتلي. سو لازم نحن نأرشف هالمواضيع اللي بتهم كثير التراث اللبناني. نعم. فإذا عندنا ثلاث مواضيع مثل ما قلنا، لللاندسكيبينج الطبيعة، للوجوه، وكمان البيوت اللبنانية، البيوت القديمة. صحيح. في شروط للانتساب، بس هو لحظة، الثلاثة ثيمز مفروض ال 15 صورة يتوزعوا عليهم ولا فيهم ينقوا تاني؟ ما بيأثر، يعني في ناس كثير بس بتصور بورتريت، في يحط 15 صورة بورتريت، في ناس بس لاندسكيب، أو إذا بده واحد في ينوع. في ينوع، أوكي. التوتال هو 15، ما بيأثر على أي فئة لازم تكون. أوكي. نعم. طيب شروط الانتساب؟ لازم يكون شخص لبناني فوق ال 15 سنة. نعم. بس هيها، وأكيد المسابقة فور فري، يعني ما بيدفع ولا شيء، ما في أي تكاليف. بس بيقدم يعني اتس فور فري. من المسابقه اوريدي بلشت. اوكي. هذا بدنا نسال. بلشت ب 15 حزيران لايمتى بتبقى؟ ل 15 تموز. اوكي، شو بيصير من بعد 15 تموز؟ بعد 15 تموز بتوقف المسابقه، بيروح كل الصور على لجنه التحكيم. اوكي. في عندنا لجنه تحكيم من ثلاثه بروفيشنالز، برنار رينو المصور. نعم. الرسام الفنان. في عنا المصور جون بيير تراباي. نعم. ومصور ميشيل أسطى. نعم. هولي بيعلموا تصوير وبيحكموا.
بياخذوا كل الصور، بيصير في عنا شورت ليستنج، بيطلع فيرست 50 اول 50 صوره، بيرجع بيطلع عنا 10 صور، بيرجع ثلاثه الاوائل الفايزين. راح يكون في ثلاث فايزين يعني مش شخص واحد. ايه صحيح، ثلاث فايزين بنفس الليفل، نفس ال يعني في هلا في اول ثاني ثالث. في اول ثاني ثالث وفي صوره الاولى اللي هي عن كل فئه. نعم اوكي. اكيد في عنا الاعلان، النتائج بتصير بحفل كثير كبير بعلي، مدينه علي. نعم. ب 14/8 بحضور الوزراء، يعني وزير البيئه بيكون موجود، وزير البيئه مصور يعني كمان. والله بروفيشنال. حلو، اول مره بنعرف هيدي الخبريه. في وزير الزراعه بيكون موجود، ممثل عن وزير السياحه، بيكون حفل كثير كبير وفي مفاجآت وفي فيديوهات عن لبنان كثير حلوه وصور ما حدا شايفها بعد عن لبنان. نعم، كلها بتنعرض بهيدي الايفنت. اوكي. طيب اذا بدنا نحكي قبل وقتها بيتم انتقاء الصور، نعم، على شو بيرتكزوا الحكام؟ بوضع العلامات او باختيار الصور المفضله؟ اوكي، الصور اكيد في عنا، في عنا شروط للصور، يعني الصوره الحلوه في عنا كونتنت للصوره، في عنا الوان، في عنا فريم، في عنا كواليتي للصوره، هيدي اشياء كثير مهمه. هلا الشغله المهمه، نحن عم نشوف صور اكزاكتلي، هول الصور توب 10 لسنة الماضي. اوكي، بس واو شو حلوه هيدي، وين اذا عندك فكره؟ هيدي بعكار بعتقد. عكار، هاي بالارز، شو حلوين الوانهم، واو. هيدي بعميق، بالمحمية، صحيح. شو هاي؟ واو، هيدا بلبنان؟ هيك بصير واحد بيتساءل. يعني هيدا هدف المسابقة، انه يفرجي الصور اللي ما حدا شايفها. نعم. اف شو حلو. يعني قد ايه بيكون في متعة الواحد هو عم بيصور، صحيح، لياخذ هال يلتقط هول الأهم صور. مثل ما كنا عم نحكي، هيدا للسنة الرابعة على التوالي، صحيح؟ صحيح، السنة الرابعة. اوكي، هاي الصورة ربحت الدرجة الثالثة. جايزة ثالثة. اوكي، طيب كيف كان الإقبال؟ مهدي سكافي مصورة. الاسم عفوا؟ مهدي سكاف. مهدي سكاف. هيدي الثانية. وهيدي الثانية. اوكي، وتصور رح نشوف هلا الأولى. ريش خداج، الأولى اللي هي حسن حمود. هيدي هي صحيح، هاي الصورة. شو حلوة. هيدي ببشري. يا ماما شو حلوة عن جد. طب لو كأنه عن جد كأنه طيب رسمي، صحيح، لوحة. طيب خلينا نحكي عن الإقبال السنة، قد ايه عم يكون في هال اندفاع المشاركة؟ السنة نحن عملنا اوريدي مشوار على وادي المختارة. نعم، هذا الوادي اللي ما كثير مكتشفينه، يعني أنا اللي بصور بلبنان أول مرة بروح لهونيك. بصراحة لوحات، يعني كل الشيء الموجود، شلالات، نهر ماي خضار، ومهتمين بالمنطقة ومرتبينها كثير فوق. كان في إقبال كثير حلو، كان عندنا حوالي 200 ل 300 شخص يعني طلعوا مراحل. رجعنا عملنا رحلة ثانية على محمية أرز الشوف، وكانت تور كثير حلوة يعني. إذا أنتم عم تعملوا هيدي الرحلات للأشخاص اللي عم يشاركوا بالمسابقة؟ لا، لأي شخص يعني بلبنان، نحن بنفتحها لكل شخص حابب يشترك او ما يشترك، بيروح معنا، بيكون موجود معنا ليتعرف على الطبيعه اكثر والمناطق بلبنان. صحيح، ليتعرف على الطبيعه ويكون يعني يتعرفوا على بعضهم كمان، يعني هيدي المسابقه بتجمع لبنان من كل فئاته، يعني وين ما كان عم يجوا لعنا من ليشتركوا بهي المسابقه. نعم. فاذا عم نحكي على الاقبال كمان. صح، في عنا اقبال كثير. هلا المشتركين عم بيقدموا على السايت، اذا بدك الناس المحمسين اكثر بخبوا الصور للاخر. يعني اخر 10 ايام ليشوفوا شو نزل صور، احسن ما حدا ياخذ لهم نفس البوزيشن للصور. مزبوط. ايه، هلا بنلاحظ اخر 10 ايام بلشوا الصور ينزلوا. على الصور، صحيح. مزبوط. يعني بهالاربع سنين جمعنا حوالي 4000 صوره. اللي هي ارشيف، ارشيف كثير حلو عن لبنان. نعم. هلا في عنا جوائز اكيد للشخص اللي بيربح البست بيكتشر، يعني بس حوالي، بس وين حيكون مثل ما قلت لي؟ بعلي. بعلي رح تكون الاحتفال. صحيح، منطقة كثير حلوة، بتطلع بيروت، يعني بتشوفي لبنان كله من منا. احتفال كثير كبير. هلا في عنا جوائز، في عنا يعني حوالي 4000 دولار قيمة جوائز لتوب 3. نعم. اوكي، في اكيد جوائز كثير عينية، يعني عندنا كثير سبونسرز بنشوفهم على الويب سايت greenyourscreen.com. في
في عنا تخييم مثلا كذا ليلي بمحمية أرز الشوف، بنزرع له شجرة باسمه للشخص من الأوائل. في عنا جائزة بيئية يعني. كلها جوائز بيئية، يعني بترجع الناس شوي للطبيعة، بتحسسهم انه في طبيعة لازم نهتم فيها، لانه هالجائزة عم تطلع من الطبيعة. صحيح، نعم. فإذا بتزرعوا شجرة باسمه، شو كمان؟ بياخذ الكامبينج اريا له ولعدة اشخاص. في عنا سبونسرز مثلا رابيل هورس رايدنج كمان بعلي. في عنا جوائز بالفوتوغرافي، يعني كمان ككاميرات وما كاميرات اكسسوارز. بتطلع لهم كاميرات؟ اكيد، هلا ما رح نعلن عن كل الجوائز، اكيد توب 3 رح يطلع لهم كاميرات. برافو. من كانون يعني. نعم. بالحفل بنعلن نحن عن الجوائز. نعم. والتوب 10 توب 3 ما بنقول لهم نحن انتم توب 3، انه بنقول لهم انتم بالتوب 10. بالحفل بنقول لهم بتقولوا لهم انتم بنعلن عن النتائج. نعم. طب شو بتكون تقول، شو بتقول لتشجع الناس اكثر ليشتركوا؟ بقول انه يفوتوا على الويب سايت، اذا بدك قبل ما يفوتوا على الويب سايت ياخذوا الكاميرا ويروحوا يصوروا يكتشفوا نقطة جديدة. يعني هو الهدف انه يصوروا. صح، يعني لبنان صغير، اذا كل سنه كل شخص منا اكتشف منطقة جديدة بحياته بكون اكتشف لبنان كله، بكون حط بصمته بكل منطقة بلبنان. صحيح، وبكون نقل الصوره الحلوه للاجيال اللي بتجي، لانه ما بنعرف شو بصير بعدين. لانه من الدعايه اللي عملتوها كمان والفيديو اللي شفناه، انه قد ما فيكم توصلوا الصوره الحلوه للبنان مش بالخراب والاسلحه. مزبوط، لحتى نعمر الصوره الحلوه. هلا يشتركوا بالويب سايت قد ما فيهم، يعني الفرصه مفتوحه، وهيدا الهدف المسابقه، مش بس انه يشتركوا يربحوا كاميرا يعني يحطوها بالبيت او يصوروا فيها، هي الفكره انه عم ينقلوا صوره حلوه. صح، عم بيتواصلوا مع الطبيعة وبيتواصلوا مع بعضهم كمان طبعاً. بنفس الوقت. صحيح، وبنفس الوقت يعني عم بيكون عندهم تشانس اوبورتيونيتي ليشتركوا بفرص اكبر، ليبرزوا اسمهم، ليكونوا مصورين حقيقيين، يظهروا يعني صورهم كمان. صح، هي اوبورتيونيتي لهم فور فري، يعني ما عم بيدفعوا شيء، يظهروا عمل ان كانت موهبه او ان كانت مهنتهم الاساسيه. انا بدي اتشكرك. صحيح، بشكركم كمان. يعطيك الف عافيه وجود لك من هلا لكل المشتركين ولا الفائزين. ان شاء الله. ثانك يو لك. رح نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بنكفي مع الشيف عبد الله، وكمان شوف التي في شوبينج. شوفي عنا غلط لليوم.